ابدا في منتخباتنا الوطنيه، منتخباتنا بكل اعمارها السنيه. طيب تعالوا نروح نقرب اكتر من مختار التسو، من فريق الاول بالنادي الاهلي اللي انتظم فيه تدريباته اليوم بعد راحه امس مع الزميل العزيز كريم احمد. يا كريم برحب بيك. مرحب بيك يا زميلي عمر، مساء الخير عليكم ومساء الخير على كل مشاهدينا. اخبارك ايه؟ كله بخير؟ كله تمام الحمد لله. طمنا. والله يمكن الحمد لله النادي الاهلي بالفعل بيستأنف تدريباته بكل قوه، العدد زي ما اكدنا عمر عدد قليل شويه بالنسبه لتدريبات النادي الاهلي نظرا للاستعانه في المنتخب الاول والمنتخب الاولمبي ووجود علي معلول وجود جيرالدو في منتخباتهم، لكن النهارده كمان يمكن كان اول ظهور لأليو ديانج بعد توديع طبعا البطوله بالنسبه لفريق مالي. النهارده ظهر في التدريبات، لم يشارك بشكل كامل في الجرعه التدريبيه الكامله النهارده، لكن في برنامج موضوع بعد التنسيق من مستر نيف فايلر المدير الفني للنادي الاهلي ان يكون في تجهيز قوي جدا لأليو ديانج نظرا ايضا لعدم مشاركته في معسكر الامارات. يمكن معسكر الامارات كان في تدريبات قويه جدا وتدريبات تشق منها للانسجام السريع ومنها لرفع معدلات اللياقه البدنيه، فيمكن فاتوا بعض التدريبات وفاتوا يمكن اكثر من اسبوع بالنسبه لأليو ديانج، ففي برنامج قوي موضوع ان شاء الله باذن الله يكون ورقه رابحه ان شاء الله خلال المباريات القادمه سواء مباراه الجونه او مباراة ان شاء الله النجم الساحلي. النهارده كالعاده التدريب بيبدا في الرابعه عصرا، محاضره سريعه من ريني باير الكابتن سيد عبد الحفيظ، الكل بيتحدث طبعا عن اهميه المباراتين القادمتين سواء مباراه الدوري او مباراه النجم الساحلي، لكن هي مرحله زي ما عودنا للنادي الاهلي كل مرحله بيكون ليها تركيزها وبيكون ليها متطلباتها ولاعبيها. مباراه الجونه اكيد ليها تحضير كبير من الجهاز الفني، استعانه مستمره مستر ريني بايلر بمباريات الفيديو الاخيره، كل نقاط القوة والضعف طبعا بيركز عليها بشكل كبير، وبيحاول كمان في التدريبات ان يكون في تطبيق، يعني طبعا نظرا للعدد ونظرا للعدد الكبير يا عمر اللي احنا بنتكلم عليه، يعني نقدر نقول ان الراجل بيحاول جرعات بسيطه. النهارده نزل بالحمل البدني بشكل كبير جدا، لكن مع اقتراب مباراه الثلاثاء وهي المباراه الوديه اللي اكيد ان شاء الله بنتمنى تكون استفاده طيبه جدا لكل اللاعبين. مباراه الاتصالات لسه ما تمش تحديد الميعاد بالتحديد، هل هتكون صباحا او هتكون في الرابعه عشرا كميعاد تدريبات النادي الاهلي، لكن ان شاء الله باذن الله تكون مباراه قويه يبعد عن الاصابات ان شاء الله ربنا يبعد الاصابات عن كل اللاعبين حتى اللاعبين اللي في المنتخب الاولمبي والمنتخب الاول ان شاء الله، لان المرحله اللي جايه محتاجه كل لعيبه النادي الاهلي. بنفقد عناصر كثيره جدا، لكن اكيد زي ما قلنا قبل كده من عشر خير فين، ان شاء الله باذن الله يكون الخير قادم للنادي الاهلي. مع كل هذه الظروف كل مستعد عمر زي ما بناكد، الكل عنده يمكن ثقه كبيره جدا وامل كبير جدا ان شاء الله ان النادي الاهلي يستمر الايام القادمه في سلسله الانتصارات وفي الاداء المميز لفريق النادي الاهلي. هل أليو ديانج كريم شايف ان يعني معنوياته منخفضه جدا بعد الهزيمه المنتخب مالي المذله في البطوله وخروجه كاخير مجموعه منتخب مصر، هل ده مأثر عليه بالسلب ولا الجهاز الفني اكيد والكابتن سيد عارفين يتعاملوا نفسيا ازاي مع اللاعب، خصوصا انه يعني سنه صغير وبالتالي محتاج نفسيا ان هو يكون مستعد قبل ما يكون بدنيا؟ بالتاكيد يمكن نقطه مهمه جدا، اكيد كان واضح عليك يمكن نقطه طبعا اكيد مهمه جدا، انا واضح لي النهارده الحزن شويه بالنسبه لي المباراه، لكن الجهاز الفني بالنسبه للنادي الاهلي مستر نيف فايلر النهارده كان في جلسه يمكن 10 دقائق او ربع ساعه اتكلم مع أليو ديانج، من الواضح ان هو كان بيكلمه طبعا على تجاوز هذه المرحله ولسه تركيزه يكون فقط مع النادي الاهلي خلاص، ومباراه المنتخب بالنسبه له انتهت، المباراه القادمه للنادي الاهلي هي القادمه وهي اللي المفروض تكون في تفكيره. البرنامج ايضا كمان التاهيل الموضوع ليه وفرصه الكبيره في المشاركه ان هو يكون بيشارك في مباراه الجونه او في مباراه النجم الساحلي، الرؤيه طبعا بتترك للجهاز الفني، لكن مع الظروف اللي احنا بنمر بيها اصابه حمدي فتحي وجود طبعا نجم زي عمرو السوليه وجود حسام عاشور اكيد نجوم كبيره، لكن عندنا ما بيبقى العدد اكثر في منتصف الملعب بتدي طمانينه كبيره جدا للجهاز الفني سواء اي حد متواجد على دكه البدلاء، ففرصته كبيره ان شاء الله ان هو يشارك ويستعيد مستواه من جديد اللي احنا بنتمناه وبننتظره كلنا زميلي عمر. كريم يعني بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا، الزميل العزيز كريم احمد، طمنا على اخر الاخبار الخاصه بالنادي الاهلي وان شاء الله اخير النادي الاهلي ان شاء الله عنده مباراه يوم 25 من الشهر الجاري هتكون ان شاء الله